ازيكم يا جماعة؟ في محاضرة النهاردة تركيزنا هيبقى ان احنا نحل مسائل على الباور، بس قبل ما نعمل كده خلينا نراجع اللي قلناه عن الباور في المحاضرة اللي فاتت. فأول حاجة نبدأ بيها كنا اتكلمنا على الـ RMS value. طيب قلنا لو احنا عندنا sinusoidal current على الفورم دي IM cosine omega t، الـ IRMS value بتاعته هي عبارة عن الـ IM على جذر 2. وقلنا ايه الـ IM؟ هو الـ peak magnitude بتاع الـ current. فلو الـ current عامل كده، يعني الفورم دي كوساين اللي في المعادلة دي هتبقى عاملة كده، يبقى الـ peak اللي هنا دي هي IM، طبعا minus IM من تحت من هنا، يبقى الـ IRMS هي IM على جذر 2. نفس الحاجة بت apply بالنسبة للـ voltage، برضو الـ VRMS هو الـ VM على جذر 2. طيب اتكلمنا بعد كده عن الـ instantaneous power. ايه هي الـ VT في الـ IT، زي ما كنت بالظبط في الـ DC زمان بتقول الـ V هو او الـ P، قصدي الـ power هي الـ V في الـ I. طيب ايه مشكلة بقى الـ power هنا في الـ AC circuit الـ instantaneous power دي؟ ان هي كل لحظة عندها قيمة مختلفة، فانت مش هتقدر توصف السيستم لان كل شوية هو عنده value مختلف. طيب قلنا هنا الـ PTD في الآخر لما تضرب الـ VT في الـ IT، given إن الـ VT هو sinusoid كده والـ IT برضه هو sinusoid، قلنا إن اللي بيحصل إن الـ power الـ instantaneous power بتبقى عبارة عن جزئين، الجزء ده نص VM IM cosine theta V ناقص theta I، والجزء ده، طيب الجزء ده constant ما هوش function في الـ time، الجزء ده هو اللي عبارة عن function في الـ time، وقلنا إن الأوميجا بتاعته 2 اوميجا مش اوميجا واحده زي ال VT وال IT، فهو بيوسليت بضعف السرعه compared لل IT وال VT. طيب ده معناه لما نيجي نرسمه هيبقى ايه؟ دي كوساين اهي عادي، بس مش هتبقى بقى عند نصها، مش هيبقى يعني هنا عند الزيرو، مش هتبقى نصها لفوق، نصها لفوق ونصها لتحت ميررد حوالين الزيرو لتحت، ده لا، ده هي شيفتد لفوق. شيفتد لفوق ليه؟ علشان الكونستنت ده. طيب الكونستنت ده عرفنا بعد كده ان هو ده الافريج باور او الريل باور. تمام. طيب جينا هنا لما جينا حسبنا الافريج باور بطريقه ثانيه بقى مش من الانستنتينيوس باور، قلنا هي عباره عن ايه؟ ان انا هعمل انتجريشن للباور على سايكل كامله واقسمها على السايكل دي التايم بتاعها، ده كده هجيب الافريج باور في السيركت بتاعتي. ودي طبعا افيد بكتير من الانستنتينيوس باور لان دي هي قيمه واحده، اي عند اي نقطه من التايم انت بتقول الافريج باور هو كذا، مش هيتغير بقى عند كل لحظه في التايم. بس فلما حسبنا بقى الافريج باور طلعت في الفورم دي، بس من هنا بقى رجعنا لما بصينا على الانستنتينيوس باور وقلنا اه والله ده الترم الاولاني ده هو الافريج باور اللي احنا حسبناه منه. طيب الافريج باور دي قلنا ان هي ممكن تكون بوزيتيف او ممكن تكون نيجاتيف. فلو بوزيتيف معناها ايه؟ معناها ان السيركت بتاعتنا دي بتابسورب باور جايه منين؟ التيرمينالز دي. طيب لو الباور دي نيجاتيف معناها ايه؟ معناها ان السيركت دي بتطلع اصلا باور مش بتابسورب باور. وبعدين اتكلمنا على شويه حالات خاصه، قلنا طيب لو بنفترض انه اللود اللي موجود في السيركت هو بيور ريزيستنس ما هوش اي كاباستنس ولا اندكتنس، يبقى ايه اللي هيحصل؟ الثيتا في والثيتا اي دول، دي لو تفتكروا ده ايه؟ دي الانجل بتاعه الفولتج ودي الانجل بتاعه الكرنت. فاللي هيحصل انه لو هو بيور ريزيستيف لود، احنا كنا قلنا قبل كده لو عندك ريزيستور كده وجيت ترسم الفيزر بتاع الفولتج اللي عليها والكرنت، الفي هيطلع كده والاي هيطلع كده، فهما الاثنين ام فيز، فمعناه ان الثيتا في هو نفسه الثيتا اي، يبقى ده كوساين زيرو، يبقى ساعتها الباور هتبقى بالفاليو دي. قلنا طيب لو هو كاباسيتيف لود او اندكتيف لود، ساعتها الفرق بين دول بيبقى 90 درجه ليد او لاج على حسب هو كاباسيتنس ولا اندكتنس، بس كوساين 90 او ناقص 90 هو بزيرو، فساعتها الافريج باور هتبقى بزيرو. فالاستنتاج من كده ان الرياكتيف لودز اللي هي الكاباسيتنس او الاندكتنس بتابزورب بزيرو افريج باور. طيب بعد كده اتكلمنا على الكومبلكس باور، هي عباره عن ايه؟ هي عبارة عن ال V في ال complex conjugate بتاع ال I على الاثنين، فهنفك كل واحد فيهم، ال V ده VM ودي الزاوية بتاعته theta V. طيب ال conjugate بتاع ال I ده هيبقى عبارة عن ايه؟
قلنا قبل كده في الفيزور دومين انت عندك الاي هو عبارة عن اي ام مضروب في ماينس، لا او مضروب في الثيتا اي بتاعته، مش مضروب في يعني دي الانجل بتاعته. معلش. طيب لو هنجيب الكومبلكس كونجكت بتاعه هنقول ايه؟ هنقول هو الماجنتيود بتاعه اي ام برضه، بس الزاوية بقى ايه هنعكسها، هتبقى ماينس ثيتا اي بدل ثيتا اي بس. فهنا حطينا الكومبلكس كونجكت بتاع الاي، ولما بتضرب دول في بعض بتضرب الماجنتيودز وبتجمع الزوايا زي ما اتفقنا. طيب اكتشفنا بقى بعد كده ايه؟ لو احنا خدنا دي وبعدين كتبناها في ريكتانجولر فورم على انها كومبلكس نمبر هتطلع ايه؟ هتطلع بالشكل ده. ده الجزء الريل وده الجزء الايماجيني. طيب لو كتبناها على صورة رقمين يعني حاجة ريل بي والجي كيو، قلنا البي دي هي الافريج باور. طيب الكيو دي هنا سميناها ايه؟ سميناها الرياكتيف باور. الافريج باور اليونت بتاعتها اللي هي الوات دي، الرياكتيف باور هي فولتج امبير رياكتيف، دي اليونت بتاعتها. طيب الفرق بينها وبين الافريج هو ان انت هنا بتاخد الساين بدل الكوساين بس. وقلنا الماجنتيود بقى بتاع الفيكتور من غير الزوايا دي كلها، الماجنتيود بتاع الاس ده اللي هو عباره عن قيمه الفيكتور او طول الفيكتور يعني، هو في ام اي ام على الاثنين ده اسمه الابارنت باور وبيتقاس بفولت امبير. طيب خدنا بقى الرياكتيف باور وقعدنا نتكلم على حالات منها. لو هي بوزيتيف نفس الفكره برضو زي ما اتكلمنا في الريل باور او الافريج باور، معناها ايه؟ معناها ان الرياكتيف باور دي بتوصل للسيركت او السيركت بتابسورب الافريج باور دي، او قصدي اسمها ايه الرياكتيف باور. طب لو هي نيجاتيف يعني معناها ان السيركت بتديليفر الباور دي الرياكتيف باور. طيب اتكلمنا برضو على حالات خاصه منها، فقلنا في حاله البيور ريزيستيف لود هتبقى الزاويه دي بزيرو، بالتالي الكيو هتبقى بزيرو رياكتيف باور. في حاله الكاباسيتنس والاندكتنس ده هيبقى 90 او ناقص 90، يبقى الكلام ده هيبقى ماكسمايزد يا سواء بالنيجاتيف او بالبوزيتيف يعني، عشان الساين 90 بواحد والساين ناقص 90 بسالب واحد. وده بقى هنا كان ملخص للعلاقات بتاعة الباور في أو باستخدام يعني البيك فاليوز الـ IM والـ VM، وباستخدام برضو الـ RMS values. وليه موضوع الـ RMS ده مهم؟ علشان في مسائل هتبقى given فيها الـ RMS زي ما هنشوف كده كمان شوية. طيب اتكلمنا برضو عن الـ power factor، قلنا ان هو كوساين الثيتا في ناقص الثيتا ار، وقلنا ان الباور فاكتور ده ممكن يكون ليدنج او لاجنج على حسب الكرنت بيليد الفولتج ولا الكرنت بيلاج الفولتج. فلو الكرنت بيليد بتقول ان الباور فاكتور ليدنج، لو الكرنت بيلاج يبقى بتقول ان الباور فاكتور لاجنج. تمام. طيب احنا كده رجعنا على القوانين بتاعة الباور وأنواع الباور المختلفة. خلينا بقى نبدأ نتكلم على محاضرة النهاردة. أول حاجة هنتكلم عليها هي الماكسيمم باور ترانسفير. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي سيركت زي دي بتديليفر باور للود معين، إيه هي القيمة بتاعة الإمبيدنس بتاعة اللود ده بحيث الباور اللي واصله له تبقى ماكسيمم؟ طيب أحسب حاجة زي كده إزاي؟ أول حاجة عشان نسهل على نفسنا، السورس اللي هنا ده هنجيب الثيفنن ايكويفالنت بتاعه اللي هو هيبقى فيه فولتج ثيفنن وامبيدنس زي ثيفنن. فرق بين ده وبين الترم الاول ان انت هنا كنت بتقول ريزيستور ثيفنن، فاحنا قلنا هنا خلاص احنا هنا بنجنرالايز دي امبيدنس عشان ممكن يكون فيها ريزيستور وكاباستور واندكتور وكمان. طيب دلوقتي احنا عندنا ده شكل السيركت بعد ما جبنا حطينا الايكويفالنت بتاع السيركت اللي فوق دي. طيب لو انا عايزه اجيب، خلينا نمشي واحده واحده، احنا بنقول عايزين نجيب الفاليو بتاعه الامبيدنس دي بحيث الباور اللي وصلها تبقى ماكسمايز. طيب تعالوا نانلايز السيركت اللي قدامنا دي. اول حاجه هنقول ان الزي 7 دي هي عباره عن جزئين ريل وايماجينري. الريل اللي هو الار 7 واكس 7 دي رياكتنس. طيب ونفس الحكايه برضو الزي ال دي بتاعه اللود هي ليها ريزيستور وليها برضو رياكتنس الاكس ال. طيب الكرنت اللي ماشي في اللود هنا هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره اكيد عن الفي ده
على الزد دي مع الزد دي، صح؟ فبس فاحنا هنا بس مجرد ان احنا عوضنا عن ال V ثيفنين او حطيناها هنا وعوضنا عن ال Z دي. طيب بعدين بعد كده عايزين نجيب ايه هي بقى ال average power اللي هي delivered للload. طيب في كذا طريقة نجيب بيها ال average power، بس لو تفتكروا احنا كنا بنقول في الدي سي ال average power كانت ايه؟ كانت عبارة عن I square R، صح؟ طيب دلوقتي احنا في ال AC، طريقة من طرق ان احنا نجيب بيها الباور غير ال I في V، ممكن نجيب برضو I square في ال R، بس هيبقى في فرق بقى. لو تعالوا نقول دي كده AC ودي DC، هتبقى ايه بقى؟ I effective او RMS square في ال R، او خلينا نكتبها بالفورم اللي انتوا هتبقوا متعودين عليها اكتر، اللي هي دي I RMS square في ال R. طيب هي ال I RMS دي بتساوي ايه اصلا؟ لو عبرنا عنها يعني بال I M، خلينا نشوف كده هنا، لو عبرنا عنها بال I M هتبقى ايه؟ احنا عارفين انه خلينا نكتب دي على جنب كده، I RMS هتساوي ال I M على جذر 2، صح؟ فتخيلوا ان انا شلت ده وحطيت كده ال I M على جذر 2. طيب هضربه في ايه بقى؟ او خلينا يعني بلاش نعقدها دلوقتي، خليها بالشكل ده I M على جذر 2. طيب لما تربع الجذر 2 ده هيطلع ايه؟ هيطلع نص، يبقى نص I M سكوير مضروب في الأور، يبقى هو ده كده هو القانون اللي انتوا شايفينه. طيب انا ليه ما بكتبش I سكوير على طول؟ يعني ايه الماجنيتيود ده؟ الماجنيتيود ده بيعمل ايه؟ الماجنيتيود ده لان الارقام اللي موجودة معانا دلوقتي دي ممكن تكون كومبلكس، يعني خلينا مثلا نقول لو ال I ده رقم كومبلكس، بتجيب له السكوير ازاي؟ السكوير بتاع كومبلكس نمبر بيبقى ازاي؟ بيبقى I في الكومبلكس كونجيجيت بتاعه، بيتكتب كده، فبتضرب الاي في الكومبلكس كونجيجيت بتاعه. دي الطريقه اللي احنا بنجيب بيها السكوير بتاع الكومبلكس نمبر، عشان كده لازم نحط الماجنيتيود ده عشان تتفهم ان هو ده اللي احنا عايزين نعمله. طيب خلاص دلوقتي احنا قلنا احنا كنا عايزين نجيب الافرج باور اللي واصله لللود ده، فهنعوض بقى هنا، هنشيل الاي نحط مكانها ده ونربع بقى. طيب هو عشان ما ننساش، هو ايه الاوبجكتيف اصلا؟ الاوبجكتيف كان ان احنا نفايند الامبيدنس الزي ال، اللي هي بقى دلوقتي هنفايند الجزئين بتوعها الار ال والاكس ال، بحيث نماكسمايز الباور دي. طيب انتوا من اسمه ايه ده التفاضل اللي انتوا بتاخدوه، كنتوا ازاي بتماكسمايزوا فانكشن معينه؟ بتفاضل الفانكشن دي وبتساويها بالصفر، فتفاضل وتساوي الصفر هنا ده الماكسمايزيشن. طب هفاضلها بالنسبه لمين؟ تفاضلها بالحاجه اللي انت عايز تماكسمايز بالنسبه ليها. انا عايزه ماكسمايز بالنسبه لمين؟ بالنسبه للار ال والاكس ال، اجيب الار ال والاكس ال اللي ماكسمايزوا الاكسبريشن. يبقى انا هفاضل البي دي، هعمل حاجتين، هقول دي بي باي دي ار ال واسويه بالصفر، واجيب كمان الدي بي للدي اكس ال واسويه بالصفر، واجيب بقى ايه هي بقى قيم ال RL وال XL اللي تعمل الماكسمايزيشن اللي انا عايزه ده. بس فده ببساطه اللي احنا هنعمله. بس فزي ما قلت لكم كده، ده تفاضل الباور بالنسبه لل XL، هيطلع لك انه ال XL لازم تساوي ماينس الاكس بتاعت 7. طيب ال DP by DRL هتطلع لنا ان دي الفاليو بتاعت ال RL. طب احنا عارفين من فوق ان XL بيساوي ماينس اكس 7، اللي هيحصل ان ده هيبقى 0، بالتالي انه ال RL بتاعتك هتساوي جذر ال R 7 سكوير، يعني هتساوي ال R 7. يبقى احنا وصلنا لايه في الاخر؟ ان الزد بتاعت اللود، الامبيدنس بتاعت اللود هي RL زائد JXL، ال RL بتساوي R 7 وال XL هي بتساوي minus X 7. معناه ايه في الاخر بقى؟ معناه ان الامبيدنس بتاعت اللود المفروض هتكون تساوي الكونجيجيت، الكومبلكس كونجيجيت بتاع الامبيدنس بتاعت الثيفنن علشان يحصل ماكسيمم افريج باور ترانسفير. يبقى تاني الاستنتاج اللي احنا وصلنا له ان الامبيدنس بتاعت اللود
هتكون بتساوي الكومبلكس كونجوجيت بتاع الثيفينين امبيدنس عشان يحصل ماكسيمم باور ترانسفير. لو عوضنا بالقيم دي بار ال بتساوي ار 7 واكس ال بتساوي ماينس اكس اكس ثيفينين المعادله اللي فاتت دي بتاعه الباور، هيطلع ان قيمه الباور الماكسيمم هتساوي ده. طب سؤال، الكلام ده هيجي في الامتحان اثبات؟ يعني هتعمل تثبتوا الاثبات ده؟ لا، انا ما عملتوش بايدي، بالتالي انتوا مش مطلوب منكم ان انتوا تثبتوه، انتوا مطلوب تفهموا الفكره العامه بس. فملخص سريع، كنا بنحاول نعمل ايه؟ عايزين نجيب الفاليو بتاعه الزي ال بحيث الباور الافرج باور اللي واصله ليها تكون ماكسمايز. بس عملنا ايه؟ حطينا دي السيركت اللي بتدليفر الفولتج والكرنت لللود ده، حطينا الثيفينين ايكويفالنت بتاعها، وحسبنا الكرنت اللي ماشي في الدايره، وحسبنا الباور اللي هتروح لللود، وقلنا عشان نماكسمايز اكسبريشن معين بنفضله ونسويه للصفر. هنفضله بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس ال والار ال. بس عملنا ده، وصلنا منه للنتيجه دي، ان الزد ال المفروض بتساوي الكومبلكس كونجوجيت بتاع الثيفينين امبيدنس، ودي هي قيمه الباور. هتعرفوا انتوا قيمه الباور دي عشان لو جات لكم مساله في الامتحان تبقى عارف الماكسيمم باور بتساوي ايه. طيب هنبدأ بقى نتكلم على المسائل. طيب أول مسألة هنا بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إحنا عندنا السيركت دي فيها current source، دي القيمة بتاعته. عايزين نعمل إيه؟ عايزين نجيب الـ complex power اللي هي delivered by the source لما اللود يكون 20 ohm و 3 هنري. فده كده 20 هنا ohm، وده كده 3 هنري. انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الكومبلكس باور اللي واصله لللود ده. طيب اول حاجه نعملها، تعالوا نحط الاي تي ده الاول في الفيزر دومين، تعالوا نعمله كده اي اس. طيب هيطلع ايه؟ هو على طول على الفورمه بتاعه الكوساين، والرقم هنا ده الماجنيتيود بوزيتيف، فاحنا على طول ممكن نكتبه في الفيزر دومين كده او في البولر فورم يعني. والزاوية بتاعته ناقص 15 ديجري. تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ عايزين نحسب الباور. خلينا نجيب الاول الايكويفالنت امبيدنس بتاعت الار والال اللي مع بعض دول. طيب فالزي هتساوي ايه؟ دول حاجتين امبارل. خلينا نفكركم هنا كده، زي 1 وزي 2. الـ Z equivalent بتاعتهم كانت بتبقى ازاي؟ كانت بتبقى Z1 Z2 على Z1 زائد Z2. نعمل بقى نفس الحكاية هنا، بس احنا عارفين ده ريزيستر وده اندكتور. هتبقى ايه؟ حاصل ضرب الـ impedance بتاعتهم هتبقى J أوميجا L، دي الـ impedance بتاعت الاندكتور مضروبة في الـ R. بعد كده هنجمعهم تحت، J أوميجا L plus الـ R. طيب تعالوا نعوض هنا، الأوميجا بكام؟ الأوميجا بخمسة. تمام، ده جي خمسة، ال ال بتلاتة هنري، ال ار بعشرين. طيب على هنا جي خمسة في تلاتة زائد عشرين. طيب ده هيبقى 60 في 5 ب 300، ده هيبقى كده J 300 على J 15 زائد 20. طيب تعالوا نكتب ده في البولر فورم، الفيزر فورم بتاعه يبقى ازاي؟ ده هيبقى فيكتور الماجنيتيود بتاعه 300 اللي فوق ده. طيب الزاوية بتاعته كام؟ تبقى tan inverse ال 300 دول على زيرو، ما هو ما عندوش real power، كانها tan inverse infinity. ده يبقى ايه؟ دي 90 درجه، الزاويه دي كده 90 درجه. طيب j 15 زائد 20 ده هنحوله ازاي بقى للبولر فورم دي؟ احنا بنكتب الفيزر، هنعمله نجيب جذر 15 سكوير زائد 20 سكوير، وبعدين هنضرب في tan inverse 15 على 20. طيب الكلام ده كده هيساوي ايه؟ 300 بانجل 90
على ده هيبقى 25 اللي هو قيمة الجذر ده. طيب الزاوية هتبقى كام؟ هتبقى 36 درجة و 87 من 100. هنقسم الاتنين دول على بعض هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 12، والأنجل هتطرح طبعا الأنجل دي ودي، هيبقى 53 و 13 درجة، وده وحدته طبعا أوم، وحدة الأمبير. طيب إيه اللي ناقص كده؟ أنا عايزة أجيب الباور. طب أنا كده أجيب بقى كمان الفولتج صح؟ أقدر أجيب الفولتج بعد ما جبت الإمبيدنس. الفولتج هيبقى إيه؟ هيبقى عبارة عن الـ I في الـ Z. طيب الـ I بكام؟ أهو 1.25 بالزاوية سالب 15، الكلام ده مضروب في 12 اللي هو الـ Z، دي كده الزاوية بتاعته. طيب 12 في 1.25 ده ب 15، الزاوية هنعمل ايه؟ هنطرح لو هنجمع يعني السالب 15 على الخمسة، 53 13 ده هيطلع 38 13. تمام. طيب الباور بقى، الكومبلكس باور عبارة عن ايه؟ اللي اسمها اس، خليني كده اكتبها هنا. الاس هتساوي V في الكومبلكس كونجيجيت بتاع ال I على الاتنين. لو رجعنا القوانين هنلاقي هي دي القيمة بتاعتها. طيب يعني كام؟ ادي ال VI 15 في أو بزاوية يعني 38 13 مضروبة فيه. طيب الكومبلكس كونجيجيت بتاع ده يبقى ايه؟ ممكن اكتبها هنا، زي ما قلنا الماجنيتيود بتاعه هو ثابت بس الانجل هتبقى معكوسة، او يعني الماينس هيتقلب بوستيف والبوستيف هيتقلب ماينس. طيب الكلام ده مضروب في 1.25 بزاوية 15 درجة، الكلام ده على الاثنين، فساعتها الباور دي هتساوي كام؟ هتطلع في الآخر 9.3775 بزاوية 53.13. طيب اليونت بتاعتها ايه؟ فولت أمبير، دي اليونت بتاعت الكومبلكس باور. تمام. طيب كان في مطلوب تاني بقى هنا، بيقول ايه؟ بيقول ايه هي الفاليوز بتاعت الريزيستنس ار والاندكتنس ال لما السورس بيدليفر الكومبلكس باور. احنا عايزين نعمل العكس، احنا مش عارفين الزي بكام اصلا، عايزين بقى باستخدام احنا عارفين الكومبلكس باور نقدر نجيب ال R وال L. طيب تعالوا نشوف ازاي هنستخدم المعلومة بتاعت الباور اللي عندنا دي. طيب احنا عارفين ان الكومبلكس باور بتساوي ال V في الكومبلكس كونجوجيت بتاع ال I على الاثنين. طيب يبقى ال V من هنا ممكن اجيبها ازاي؟ ال V هتساوي نضرب بقى طرفين كده في اسمه وسطين، 2S على الكومبلكس كونجوجيت بتاع ال I. طيب يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنضرب الاثنين. ال S هنا هي عبارة عن الرقم ده 11.72 زائد J 11.72، الكلام ده هيتقسم على كام؟ complex conjugate بتاع ال I قلنا في السلايد اللي فاتت هيبقى عبارة عن ايه؟ الماجنتيود ده بس الزاوية هتبقى 15. طيب احنا زي ما عملناها في مسائل كتيرة قبل كده، هنعمل دول ازاي؟ القسمة دي هنحول اللي فوق ده للبولر فورم بتاعت الفيزر، هيبقى عنده ماجنتيود وزاوية زي كده.
لما تعمل ده هتوصل لإيه في الآخر؟ هتوصل إنه الفولتج ده هيساوي 26.52 في زاوية 30 درجة، طبعا اليونت بتاعته فولت. تمام، طيب كده جبنا الفولتج. طيب تعالوا كده نشوف الإمبيدنس قيمتها أصلا هتساوي كام. زي هتساوي الجي أوميجا ال، احنا مش عارفين بقى دلوقتي ال ولا ال ار، هنحطهم بقى كده جي أوميجا ال ار على ال ار زائد جي أوميجا ال. طيب هي الإمبيدنس بتساوي ايه؟ مش بتساوي ال V على ال I؟ صح، ال V على ال I. يبقى أنا ممكن أقسم ال 26 دول 0.52 دول بأنجل 30 درجة على ال I اللي هو 1.25 بأنجل 15، وده يطلع لي القيمة بتاعت الإمبيدنس. طيب هنعمل ده وبعدين هنحوله للريكتانجولر فورم، هيطلع ايه؟ او خلينا نقول يعني ده هيبقى كأنه 26.52 على 1.25، الكلام ده بأنجل هتبقى 15 درجة، الكلام ده هيساوي لو حولته للريكتانجولر فورم هيبقى 15 زائد جي، قصدي جي 15. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه لحد اللحظة دي؟ استخدمنا معلومة الاس عشان نعرف الفولتج اللي هو هنا اللي موجود على البارلل ار وال دول، وبعدين بعد كده جبنا القيمة بتاعت الزي للاتنين دول بدلالة الار والال، بس احنا عارفين ان الزي اصلا هتساوي الفولتج اللي موجود هنا على الار والال دول مقسوم على الكرنت اللي داخل ليهم اللي هو الاي تي. طيب لما اقسم الفي على الاي، احنا جبنا قيمة الفي من الخطوة اللي فاتت ومعانا الاي اصلا من السؤال، عرفنا ان هو بيساوي ده، وده الريكتانجلر فورم بتاعته وهو ده شكلها. طيب ايه بقى دلوقتي اللي ناقص؟ انا عايز اجيب الار والال. طيب انا ليه حولتها على طول للفورم دي؟ لانه انتوا شايفين هنا ده اصلا الزي موجوده في الفورم بتاعه الريكتانجلر فورم، فعشان كده احنا حولنا دي عشان تبقى زيها. طيب نحل بقى دي ازاي؟ تعالوا كده نكتبها هنا تحت كده، 15 زائد جي 15 هيساوي جي اوميجا ال ار على ار زائد جي اوميجا ال. اول حاجه نعملها تعالوا نضرب في الكومبلكس كونجكت، طبعا هنضرب الطرف ده بس عشان بس تبقى واضحه، هنضرب ده في الكومبلكس كونجكت بتاعه. طيب هنوصل لايه؟ هنقول ان 15 زائد جي 15 هيساوي جي اوميجا ال ار على ار زائد جي اوميجا ال، الكلام ده مضروب في R minus J أوميجا L على R minus J أوميجا L. طيب الكلام ده هيوصلنا، الكلام ده هيساوي إيه في الآخر؟ هيساوي، تعالوا نبدأ باللي تحت الأول لأنه أسهل، R square وبعدين بعد كده J أوميجا L minus J أوميجا L، هيبقى في الآخر ده plus أوميجا سكوير ال سكوير. طيب تعالوا نكمل هنا، نضرب ده في ده، فهنلاقي إنه لو ضربنا الماينس جي أوميجا ال في الجي أوميجا ال ار هيدينا أوميجا سكوير ال سكوير ار، وبعدين هنضرب ده في ده هيبقى بلس جي أوميجا ال ار سكوير. طيب تعالوا نعوض على قيمة الأوميجا اللي احنا عارفينها، الأوميجا بكام؟ بخمسة، فده هيبقى بالتالي 25 ال سكوير ار زائد جي خمسة هنا ال ار سكوير على
ار سكوير زائد 25 ال سكوير. طيب هو الكلام ده اصلا بيساوي ايه؟ ده كده هيساوي 15 زائد جي 15. طيب الحاجة اللي هنعملها بعد كده ان احنا هنضرب، او يعني هو احنا الحقيقة مفيش هنا مكان نقعد نحل المعادلة دي، بس انتوا لو خلينا نساوي الطرف ده بالطرف ده هيبقى عندنا ايه؟ او لحظة بس معلش حصل مشكلة. لو سوينا هنا جزء الريل والجزء الريل الناحية التانية والجزء الإيماجنري والجزء الإيماجنري الناحية التانية، تعالوا كده نكتبه، هيطلع 15 هيساوي 25 ال سكوير ار. الكلام ده مقسوم على ار سكوير زائد 25 ال سكوير. ادي اول واحدة، التانية هتبقى 15 هتساوي جي أو لأ جي بقى خلاص، دي جي 15 وهنا دي جي 5، فالجي احنا هناخد الحاجة اللي جنبها مش هناخد الجي نفسها، يبقى 5 ال ار سكوير على ار سكوير زائد 25 ال سكوير. دي كده رقم 2. طيب هتحلوا الاتنين دول مع بعض هتلاقوا ان الار هتطلع 30 أوم والـ L هتطلع بستة هنري. طيب خلينا بقى ننقل على المسألة اللي بعديها. طيب هنا عايز منا ايه في المسألة دي؟ هنا بيقول لنا ان احنا عندنا voltage source. خدوا بالكم هنا كويس قوي، مدينا الـ VRMS بيقول ان هي 250 فولت والانجل بتاعته 0، وبعدين عندنا لود 39 اوم و26 اوم رياكتنس، والفولتج ده بيبقى delivered من خلال لاين، اللاين عنده الامبيدنس دي 1 اوم والرياكتنس الريزيستنس 1 اوم ورياكتنس 4 اوم. طيب عايز ايه بقى؟ بيقول calculate the load current and voltage، عايزين نجيب الـ IL والـ VL. طيب أول حاجة عشان نجيب الـ IL هنعمل ايه؟ أكيد محتاجين نقسم ده على الـ impedance الكلية بتاعة الدايرة. تعالوا كده نجيب الـ impedance التوتال دي، هتبقى ايه؟ Z total دي هتساوي Z load زائد Z line. طيب هو أصلاً الـ Z load 39 زائد J 26، الكلام ده زائد Z line اللي هي 1 زائد J 4، الكلام ده هيبقى 40 زائد J 30. جميل. طيب هنا الـ V بقى على اللود هتساوي ايه؟ هتساوي او لا احنا هنبدأ الاول ان احنا نجيب زي ما قلنا هنجيب الكرنت اللي على اللود. ماشي، هنقول انه الـ IL هنا هي عبارة عن الـ VRMS اللي فوق ده اللي هو 250 بانجل 0 مقسومة على الـ impedance اللي هي 40 زائد J 30. هنحول ده تاني زي ما قلنا للبولر فورم، 250 بانجل 0 على جذر 40 سكوير زائد 30 سكوير، ده هيطلع 50 يعني في الآخر الرقم ده، والأنجل بتاعته دي تان انفرس 3 على الأربعة. في الآخر القسمة دي هتطلع كام؟ هتطلع 5 ب أنجل ماينس 36.87 degrees أمبير. بس ناخد بالنا كويس قوي إنه الـ IL ده اليونت بتاعته إيه؟
امبير صحيح، بس هو ار ام اس لانه الفولتج اصلا ار ام اس. طيب احنا كده جبنا الاي ال، طب الفي ال هيبقى ازاي؟ ده هيبقى بسيط بقى، الفي ال هيبقى الاي ال في الزد ال، يبقى هيساوي كام؟ هيساوي 5 في الانجل اللي هي ماينس 36.87 مضروب في الزد ال. ناخد بالنا مش هي الزد توتال، هي دي 39 اوم زائد 26 الرياكتنس. طيب ده هيبقى 5 ماينس 36.87 مضروب في البولر فورم بتاع ده، هتبقى 46.87، الانجل بتاعتها 33.69. الكلام ده في الآخر هيطلع 234.36 بأنجل ماينس 3.18% فولت، وبرضو ما ننساش ده ار ام اس. تمام. طيب نشوف بقى المطلوب اللي بعد كده، في كذا حاجة يعني. عايزين الـ average و reactive power اللي هما delivered للload. طب ايه اسهل فورم؟ يعني بدل ما اقعد احسب دي لوحدها ودي لوحدها، الـ average و reactive power، مش احنا عارفين ان الـ complex power هي اصلا الـ average power زائد jq reactive power، ما ممكن نجيب بقى الـ complex power على طول، ومنها على طول نحدد الـ b والـ q. طيب الـ complex power هتساوي ايه؟ على اللود، خدوا بالكم احنا بنتكلم هنا على اللود، كله على اللود، يبقى هيساوي ال VL في ال IL ال complex conjugate بتاعه. بس خدوا بالكم ان كل دول RMS values، RMS، لان انتوا اكيد كنتوا هتسألوا دلوقتي هو ليه احنا مش قاسمين على الاثنين، لان دول RMS values. طيب الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي تعالوا نرجع ورا نشوف القيم كانت كام، او الفولتج اهو 234.36 بانجل ماينس 3.18 مضروب في الاي ال ار ام اس، هيساوي ايه؟ الاي ال اهو، يبقى بالتالي الكومبلكس كونجكت بتاعه هيبقى 5، بس الزاويه دي هتبقى بوستيف، يبقى الكلام ده هيتضرب في 5، بس الزاوية هتبقى بص الزاوية كانت كام؟ 36.87 degrees. تمام. طيب الكلام ده يا جماعة هيطلع ايه في الآخر؟ الكلام ده هيدينا 1171.8، والأنجل هنا هتبقى 33.69. لو حولنا ده لريكتانجولر فورم، ان هو هتضرب ده في الكوساين بتاع ده زائد جي ده في الساين بتاع ده، هيطلع الكلام ده 975 زائد جي 650. ما ننساش اليونت بتاعتها ايه؟ فولت امبير. طيب دي كده الاس، فين بقى الافرج باور؟ اهي دي الافرج باور، ادي البي، ودي كده هي الـ Q. يبقى أنا كده خلاص عرفت أجيب الـ average و reactive power اللي هما delivered للـ load. ده كده احنا عملنا B. طيب عايزين بقى نعمل C، الـ average برضو و reactive power delivered to the line، اللاين ده. طيب ممكن نجيبها ازاي بسهولة؟ الـ average power بتاعة الـ line زي ما قلنا من شوية هتبقى ايه؟ ال I R M S الماجنتيود ده سكوير مضروب على طول في ال resistance بتاعت ال line. طيب الكلام ده هيساوي كام؟ ده الماجنتيود بتاعه 5،
بزاويه معينه، وبعدين في الكومبلكس كونجكت بتاعها يبقى كاننا بس بنربع الماجنتيود، الزوايا هتروح مع بعض لان واحده هتبقى بوزيتيف وواحده هتبقى نيجاتيف، يبقى 5 في 5 ب 25 والار بواحد اهي، يبقى ده هيساوي 25 اوم. طيب الكيو، تعالوا بقى نجيب الكيو بتاعت اللاين هتساوي ايه. طيب دي ممكن تكونوا ما سمعتوهاش قبل كده، بس هي نفس الكونسبت بالظبط. زي ما جبنا الباور هنا اي ار ام اس سكوير في الار، هتبقى هنا نفس الحكايه، اي ار ام اس ماجنيتيود سكوير مضروب بقى في مين، في الاكس، دي ار لاين ودي كده اكس لاين اللي هي رياكتنس. يبقى الرياكتيف باور ممكن تحسبها بطريقه مشابهه للافريج باور، عن طريق ان انت بتضرب الاي ار ام اس الماجنيتيود بتاعه سكوير في الاكس ال في الرياكتنس، عشان انتوا عارفين هي الامبيدنس فيها جزء ريل وجزء ايماجينري. طيب الكلام ده هيساوي ايه، 25 برضو مضروبه في الاكس ال، الاكس ال هنا اللي هي ب4، يبقى الكلام ده هيساوي 100. وحدة ال QA reactive power volt ampere reactive. خلاص يبقى احنا كده جبنا ال Q هنا وجبنا ال P هنا. طيب ناقص لنا سؤال كمان، دي هات برضو ال average و reactive power اللي هما supplied by the source. طيب ال power اللي بيوصلها ال source ده هتبقى عبارة عن ايه؟ اسهل حاجه نعملها ان احنا نجمع الباور اللي هي delivered load والباور اللي هي برضو راحت في اللاين، لو جمعنا دول يبقى هي دي الباور اللي السورس بيطلعها، صح؟ اللي هي هتبقى كام، هنقول انه الاس بقى هنجمع الاس دي كده، الاس سورس يعني، هنجمع الاس بتاعه اللود مع الاس بتاعه اللاين اللي هي تبقى 975 زائد جي 650، والاس بتاعت هنا هتبقى ايه، تبقى 25 زائد جي 100. الكلام ده هيساوي كام، 975 و25 دول كده 1000 زائد جي 750. طيب كويس، احنا كده جبنا الباور اللي بقى هي delivered by the source. بس لو بصينا كده كويس فينا حاجه غريبه، فاكرين لما كنا بنتكلم على الساين كونفنشن بتاعه الباور، دلوقتي الباور بتاعه السورس دي يعني هنا الريل باور بوزيتيف، معناها ايه، معناها ان الحاجه دي بتابزورب باور، وبرده نفس الحال بالنسبه للكيو الرياكتيف باور. طيب يبقى احنا كده لازم نعمل ايه، احنا كده دي الباور صحيح، احنا قلنا ان الباور اللي هي delivered by the source اكيد هي نفسها الباور اللي هي absorbed by الناس التانيين اللاين واللود، بس معناه ان احنا لازم هنضرب دي في نيجاتيف لان دي delivered، يبقى ده كده هيتضرب في ماينس علشان هو delivered من السورس، يبقى دي الفاليو دي delivered من السورس والدليل هي النيجاتيف ساين دي، وبعدين بتبقى absorbed بقى ويبقى البوزيتيف فاليوز بتاعتها بتضيع في اللاين وفي اللود. طيب هي في طريقه تانية احسب بيها الاس سورس دي، في ممكن نعمل كده، نقول ان هي الكرنت اللي ماشي، او ما هنقول مثلا هو الفي الار ام اس مضروب في مين، في الاي ال ار ام اس، بس برضو هنضربه في النيجاتيف، فاكرين لاننا قلنا المره اللي فاتت الموضوع ده اكوردنج للباسيف ساين كونفنشن، فاحنا عندنا هنا بلس ماينس الكرنت بيبقى ماشي من كده علشان ده سورس، بالتالي هنضرب هنا في نيجاتيف برضو هيطلع نفس القيمه دي لو انت ضربت الاثنين دول في بعض. تمام. طيب المساله اللي بعد كده، طيب المساله بتقول ايه، طيب عندنا هنا اثنين لودز L1 و L2، والسؤال بيقول ان احنا عندنا لود 1 بيابسورب افريج باور 8 كيلو وات، وعنده ليدنج باور فاكتور الماجنيتيود بتاعه 8 من 10،
ولود 2 ده بيأبزورب 20 كيلو فولت أمبير، والباور فاكتور بتاعه لاجينج، والماجنتيود بتاعه 6 من 10. بيقول ايه بقى؟ عايز الباور فاكتور بتاع الاتنين لودز مع بعض، مش كل واحد لوحده. طيب نقدر نعمل ايه هنا؟ خلونا ناخد الحاجات دي واحدة واحدة، يعني نتكلم على لود 1 الأول وبعدين لود 2. طيب لو اتكلمنا على لود 1 مثلا، طيب ايه اللي ممكن نحسبه؟ هو مدينا هنا الباور فاكتور. طيب الباور فاكتور ده عبارة عن ايه؟ لو تفتكروا هو الباور فاكتور ده كان كوساين الثيتا في ناقص الثيتا اي، وكان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الريل باور على الابارنت باور اللي هي الماجنتيود بتاع الكومبلكس باور يعني. طيب الكوساين ثيتا في ناقص ثيتا اي ده هو اصلا قايل لنا ان هو بتمانية من عشرة، يبقى احنا عندنا هنا 8 من 10 هيساوي، احنا عندنا الريل باور اللي هي هتبقى 8 كيلو وات اللي هي 8000 وات يعني. طيب على الاس دلوقتي، او الماجنيتيود بتاع الاس الابارنت باور دلوقتي، اقدر اجيب الماجنيتيود بتاع الاس ده هيطلع كام؟ هيطلع 8000 دول على 8 من 10 هيطلع كام؟ هيطلع 10000 فولت امبير. طيب جبنا احنا كده الابارنت باور بتاعت اللود الاولاني. طيب ما تيجوا نجرب نجيب الثيتا بقى نفسها، او الثيتا في ناقص الثيتا اي ده. خلينا نشيل دول ونحط ثيتا، اللي هي هنقول نقول يعني مثلا الثيتا هتساوي ثيتا في ناقص الثيتا اي، استخدمها كده دلوقتي. طيب احنا عارفين ان كوساين الثيتا ده هيساوي 8 من 10 او من هنا. طيب الثيتا ساعتها هتبقى بكام؟ الثيتا هتبقى كوساين انفرس الثمانية من عشرة دول. طب عندنا حاجة من الاثنين، هتساوي 36.87 degree، يا اما ماينس 36.87 degree. ليه؟ لأن كوساين الاثنين دول هو هيطلع 8 من 10 سواء حطيت نيجاتيف ساين أو لأ. طيب هنعرف منين بقى هي الثيتا عندها أنهي فاليو؟ هنا بقى بتيجي قيمة، إن هو بيقول هنا إنه ده leading power factor. لو تفتكروا leading يعني إيه؟ يعني الكرنت بيليد الفولتج. طيب لما الكرنت يليد الفولتج معناها إيه؟ معناها إن حاصل الطرح ده الثيتا في ناقص الثيتا اي، مع ان الكرنت هو اللي بيليد، هيبقى حاجه نيجاتيف صح؟ يبقى الثيتا هتطلع نيجاتيف نمبر، بالتالي يبقى احنا من هنا هنختار الثيتا اللي هي ماينس 36.87 degrees. يبقى تاني اخترنا ده ازاي؟ علشان احنا عارفين ان هو ليدنج باور فاكتور، معناه ان الكرنت هو اللي هيليد الفولتج، معناه ان الثيتا دي لازم هتطلع نيجاتيف نمبر او نيجاتيف انجل يعني. بس من هنا اخترنا ان هي اكيد هتساوي ده ماينس 36.87 ده. طيب تعالوا نحسب الكيو بتاعت اللود ده. الكيو هتساوي ايه؟ الكيو هتساوي الماجنيتيود بتاع الاس ده مضروبه بقى في ساين الثيتا. طبعا انتوا محتاجين ترجعوا تراجعوا العلاقات، علشان ممكن، انا عارفه ان انتوا ممكن تكونوا متلخبطين شويه عشان لسه بس القوانين دي جديده عليكم. بس الماجنيتيود بتاع الاس اللي هو الابارنت باور ده هو عباره عن ايه؟ هو نفسه الـ VM IM على 2 اللي كان مضروبين في الـ sin theta ده. طيب تعالوا لو حسبناها، احنا عندنا الـ S ده 10000 فولت أمبير في sin الكلام ده minus 36.87 degrees. الكلام ده هيساوي ايه بقى في الآخر؟ هيساوي minus 6000 فولتج أمبير رياكتور. يبقى إذا الاس بتاعة اللود الأولاني هتساوي إيه؟ هتساوي 8000 وات دول اللي هم الريل ناقص الجي 6000 فولت أمبير.
طيب تعالوا نعمل نفس الحكاية بس بالنسبة بقى ل لود 2. طيب نفس الكلام، هنقول هو مدينا ايه هنا؟ مدينا ان اللود ده بيأبسورب 20 كيلو فولت امبير، والباور فاكتور بتاعه لاجنج. طيب تعالوا نكتب الايكويجن بتاعت ده. هنقول برضو ان كوساين الثيتا هيساوي البي على الاس. من هنا نقدر نقول ان البي على الاس بقى بكام؟ اللي هما العشرين كيلو فولت امبير لو. الكلام ده هيساوي كوساين ثيتا اللي هو هيساوي 6/10. من هنا هنقدر نطلع ان الباور هتساوي 1200 واط. طيب الثيتا هتساوي ايه؟ الثيتا هتساوي كوساين انفرس 6/10 دول، ده هيطلع 53 دجري و13 من المية. طيب احنا عارفين زي نفس الفكرة اللي فاتت، دي الزاوية دي positive بقى هنا مش negative عشان هو lagging power factor. فlagging power factor معناها انه الثيتا في ناقص الثيتا اي هيبقى positive، فبالتالي هناخد الزاوية اللي هي positive هنا. كويس، يبقى ده كده معناها. تعالوا هنا ايه اللي ناقص؟ احنا ممكن هنا كمان نجيب الكيو. الكيو هتطلع بكام؟ الماجنتيود بتاع الاس مضروبة في ساين الثيتا. يبقى هنا الكلام ده هيساوي الماجنتيود بتاع الاس اللي هو 20,000 مضروب في ساين الكلام ده، وده كده هيطلع 16,000 V A O. طيب يبقى هنا كده ال S بتاعت اللود التاني هنساوي ايه؟ 1200 واط. الكلام ده زائد J V 16,000 V A، يبقى كل اليونت بتاعت ال complex power هي فولت امبير. طيب احنا كده خلصنا المطلوب الاولين. طب بالمناسبة دي في المسألة دي هنا، بس معلش انا عملت غلطة، ده مش اوم، ده اكيد 25 ده وات. دي كده كانت الباور اللي هي في اللام. طيب احنا كده لسه ما جبناش الباور فاكتور بتاع التو لودز ان بارالل. طيب هنجيب الكلام ده ازاي؟ طب انا هنا محتاجة insert سلايد فاضية علشان نحط فيها الكلام ده، لحظة واحدة. طيب زي ما قلنا هنا احنا جبنا ال complex power بتاعت كل load. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ هو بيقول عايزين ال power factor بتاع ال two loads in parallel. طيب هو ال power factor احنا قلنا هو cosine ال theta v ناقص ال theta i. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب الفولتج اللي موجود على اللود ونعرف الزاويه بتاعته، وهو ده اوريدي اصلا ده جيفن هنا، والكرنت ونعرف الزاويه بتاعته. نطرح بقى الزاويتين من بعض نجيب ونجيب الكوساين، هو ده كده الباور فاكتور. طيب فتعالوا نعمل ايه؟ تعالوا نجمع الاس ال 1 والاس ال 2. طيب اس ال مثلا هيساوي اس ال 1 plus S L 2. الكلام ده هيساوي ايه؟ لو جمعنا ده مع بعض هنلاقي ان هو هيساوي 20,000 دي real power زائد J في 10,000، ده كده دي اللي هي Q، واليونت هنا V A. كويس. طيب دلوقتي احنا عارفين انه ال S هتساوي ايه؟ هتساوي الفي، بس طبعا اللي هي الار ام اس يعني،
ال I complex conjugate بتاعه RMS. طيب احنا دلوقتي ده طبعا على الاثنين loads، احنا عندنا ال S اهي، يعني عندنا ال 20,000 ده زائد J بال 10,000 من هنا، الكلام ده هيساوي 250 اهو، دي ال VRMS الزاوية 0، الكلام ده مضروب في ال I RMS بس ال complex conjugate بتاعه، يبقى ال I RMS ده هيساوي ايه؟ هيساوي لو حولنا ده بقى للبولر فول هيطلع كام؟ هيطلع رقم كبير كده 22360.679، الكلام ده بانجل 26 درجة 0.57، نقسم الكلام ده على 250 بانجل 0 هيطلع كام؟ هيطلع 89.44 الكلام ده الانجل بتاعته 26.57. طيب بس خدوا بالكم ده الـ complex conjugate، يعني احنا لو هنجيب الـ IRMS هنعمل ايه؟ هنقول ان ده 89.44 في الزاوية بتاعته بقى تبقى ماينس 26.57، وطبعا اليونت بتاعته دي امبير. طيب الباور فاكتور بقى هيساوي ايه من هنا؟ كوساين الثيتا في ناقص الثيتا ار. طبعا احنا بنتكلم على الاثنين لودز دول مع بعض، فالكرنت اللي احنا جبناه ده المفروض هيبقى عبارة عن ايه؟ او قصدي الباور فاكتور هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن كوساين الانجل بتاعتنا الثيتا في هي بزيرو من هنا، والكرنت اللي ماشي هنا هيبقى الزاوية بتاعته ماينس 26 يبقى بلس 26.57، الكلام ده يبقى هيساوي 0.8944. طيب ده بيليد او ليدنج ولا لاجنج؟ او الزاوية بتاعة الكرنت ماينس 26 وبتاعة الفولتج هي 0، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان هو لاجنج. طيب احنا كده هنا خلصنا السؤال ده، طيب نيجي بقى، طبعا مش سؤال كله يعني، ده اول مطلوب في السؤال. طيب رقم B بقى هو عايز ايه هنا؟ في رقم B هو بيقول عايز الـ apparent power required ان احنا نسبلاي loads، وعايز الماجنيتيود بتاع الـ current IS والـ average power loss في الـ transmission line. يبقى هنا كده مطلوب تلات حاجات. طيب تعالوا نبدأ بأول حاجة الـ apparent power required to supply the loads. طب مش احنا أصلاً كنا جايبين الـ S اللي هي بتاعت الاتنين loads مع بعض كانت بكام؟ لو شفناها من السلايد اللي فاتت اهي، الـ SL هي دي الـ 20,000 زائد الـ J 10,000، دي كده الـ complex power اللي هي راحت في الاتنين دول في الاتنين loads، تبقى 20,000 دي الـ SL 20,000 زائد جي في 10,000 فولت أمبير. طيب مش الـ apparent power هتبقى هي الماجنيتيود بتاع الـ SL اللي هو هيبقى ايه؟ اللي هو يعني الجذر التربيعي لده سكوير زائد ده سكوير، احنا لسه حاسبينه في المسألة اللي فاتت كان طالع كام؟ كان طالع 22,360.679 فولت امبير. يبقى دي كده هي ايه؟ هي الـ apparent power required to supply the load. طيب عايزين بقى كده ايه الماجنيتيود بتاع الـ current IS. IS اللي هو ماشي فين؟ هنا. طيب انتوا مش فاكرين ان احنا هنا لما كنا هنا بنحسب الـ power factor بتاع الاثنين loads جبنا الـ IRMS
اللي هو ايه، جبنا الاول الاس ال بتاعت الاثنين لودز مع بعض، الكومبلكس باور على الاثنين لودز، وكنا عارفين الفولتج على الاثنين لودز، منها جبنا الكرنت اللي ماشي في الاثنين لودز، فالاي ار ام اس هو اللي كان داخل كده، اي ار ام اس، يبقى الاي ار ام اس هو نفسه الاي اس. طيب هم عايزين ايه بقى هنا، او ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا عايز الماجنيتيود بتاع الكرنت اي اس، اللي هو كده يعني اي اس، عايز الماجنيتيود بتاعه هيساوي ايه. نرجع سلايد لورا، ده الاي ار ام اس الماجنيتيود بتاعه ايه، هو ده الماجنيتيود بتاع الفيكتور. هنشيل الزاويه ناخد بس الماجنيتيود بتاع الفيكتور اللي هو امبير. تمام. طيب بعد كده عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الافريج باور لاس في الترانسميشن لاين. طيب فين الترانسميشن لاين؟ اهو دي الامبيدنس بتاعته، دي الجزء الريزيستيف، ودي الرياكتنس بتاعته. هو بيقول الافريج باور لاس، معناه ان بنتكلم على هنا الريزيستنس دي. طيب البي line ده هيساوي ايه؟ ايه الكرنت اللي ماشي فيها؟ اي اس او الاي ار ام اس، من هنا هو واحد يعني ممكن نقول هو الاي اس، بس دي طبعا ار ام اس فاليو، سكوير الماجنيتيود بتاعه، سكوير مضروب فين؟ مضروب في الار بتاعت اللاين. طيب يبقى هيبقى ده 89.44 سكوير مضروب في الار اللي هي عبارة عن 5%. الكلام ده هيطلع كام؟ الكلام ده هيطلع 400 واط. تمام. طيب ده كده مطلوب رقم ب. طيب تعالوا نشوف سي عايز ايه. طيب احنا هنا بيقول لنا ان الفريكوانسي بتاع السورس هو 60 هرتز. بيقول بقى ايه، احسب الفاليو بتاعت الكاباستر اللي هتكوركت الباور فاكتور، هتخليه بواحد لو حطيناه ان بارلل مع التو لودز. يعني بيقول ايه، لو احنا جبنا هنا كاباستر كده، علشان الهدف نصلح الباور فاكتور نخلي البي اف بيساوي واحد. بيقول بقى احسب لي الكاباستر ده قيمته السي دي لازم تكون بكام عشان نخلي الباور فاكتور بيساوي واحد. طب حاجه conceptual الاول، هو احنا ليه عايزين الباور فاكتور بيساوي واحد؟ طبعا احنا عايزين الباور فاكتور عالي، اعلى ما يمكن، هو طبعا مش هيعدي الواحد لان كوساين انجل يعني، احنا عايزينه اعلى ما يمكن علشان نماكسمايز الباور اللي هي delivered. يعني لو كنا بنتكلم مثلا على average power اللي هي كانت نص في ام اي ام مضروبه في كوساين الثيتا في ناقص الثيتا اي. دلوقتي من مصلحتنا ان احنا عشان نخلي الباور قيمتها عالية، ان نخلي الكوساين ده يبقى كأنه كوساين زيرو، يبقى كأنه بواحد عشان نوصل اعلى باور ممكن. تمام. طيب اه تخيل فعلا لو مثلا كان الثيتا اي ناقص الثيتا بي دي اه مثلا بتسعين درجة، فاللي هيحصل مفيش باور اصلا، مش هتوصل باور. طيب هنعمل ايه بقى هنا، ازاي نعمل ده؟ خلينا نقول الأول هي الاس بتاعت الاتنين لودز اللي كان اسمها اس ال دي، خلينا نكتبها هنا عشان هنحتاجها، كانت بكام؟ كانت ب20,000 زائد جي في 10,000، ده كان فولت أمبير. طيب دلوقتي الباور فاكتور بيساوي كوساين الثيتا في ناقص الثيتا اي. الكلام ده هو بيقول لنا إن هو عايزه يطلع في الآخر بواحد، معناها انه الثيتا في بتساوي الثيتا اي عشان ده يحصل، صح؟ لان ده هيبقى زيرو، يبقى الفرق بينهم بزيرو معناه انهم بيساوي بعض. طيب ايه لما الثيتا في بيساوي الثيتا اي، معناها ايه؟ معناها الكيو هتبقى بكام؟ مش الكيو هي الماجنيتيود اصلا بتاع الاس ال ده، لكن مضروبه في ساين الثيتا في ناقص الثيتا اي. طيب الساين ده بعد ما دول بقوا بيساوي بعض، يبقى ده معناه هيبقى بزيرو، ساين الزيرو بزيرو، يبقى الكيو هتبقى بزيرو. طيب دي هنا البي ودي الكيو، يبقى معناه ايه؟ لما احنا صلحنا الباور فاكتور خليناه ب1، نتج عن ده ان الكيو لازم هتكون بزيرو. طيب الكلام ده في الاخر برضو معناه ايه؟ معناه
انه الكيو اللي موجوده هنا دي الكاباستر لما يبقى ادد في السيركت هنا ان بارلل هيخلي دي تفانش، يعني هيبقى اصلا الكيو بتاعه الكاباستر هتبقى بماينس ال 10000 دول. ليه؟ علشان لما تتجمع مع ال 10000 تدي زيرو، ده اللي هيكون موجود لما تكون عايز الباور فاكتور بيساوي واحد. يبقى تاني احنا كان عندنا الاس ال دي بتاعه اللود ده من قبل اصلا ما نحط الكاباستر، فقلنا طيب الباور فاكتور احنا عايزين نصلحه عايزين نخليه بواحد، فلما هنعمل ده معناه ان الكيو بالضروره لازم هكون بزيرو علشان ساين الزيرو هنا هيبقى بزيرو. يبقى الافكت الناتج عن ان احنا هنقاد كاباستر عشان نصلح الباور فاكتور انه الكيو في الاخر هتطلع بزيرو مش هتبقى بالرقم ده. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الكاباستور اللي هتحطه اكيد الرياكتيف باور بتاعته هتبقى ماينس ال 10000 دول علشان الاس ال في الاخر ما يبقاش فيها اصلا جزء الكيو ده. تمام. طيب الكيو سي ده بيساوي ايه؟ الكيو سي مش احنا خلينا نكتب ده فوق كده، مش احنا كنا بنقول انه الباور الافريج باور يعني بيساوي الاي سكويرد في الار، ودي كانت اي ار ام اس وهي برضو هتساوي نفس القوانين اللي احنا خدناها في الترم الاول بس على الاي سي هنا، عشان كده حاطين الار ام اس على ار. طيب الكيو نفس الفكره بس بدل بقى نقول الار احنا عندنا الزد هنا بيساوي ار زائد جي اكس، احنا برضو قلناها في مساله من شويه، ده هيبقى اي ار ام اس سكوير بس بقى مضروب في الاكس او الفي ار ام اس سكوير بس مقسوم على الاكس. طيب يبقى اذا معناه ان الكيو دي من هنا يعني ممكن اشيلها واحط ان ده في ار ام اس الماجنيتيود بتاعه سكوير مقسوم على الاكس. طيب الكلام ده هستفيد منه ايه؟ هنستفيد منه ان احنا هنعوض عندنا الكيو سي اهي ده كده ماينس 10000، الكلام ده هيساوي ال 250 ده سكوير على الاكس. الاكس هتساوي ايه بقى؟ دي نقطة تانية عايزين نعرفها. الاكس هتساوي ماينس 1 على اوميجا سي. طيب الكلام ده بنجيبه منين؟ مش احنا قلنا دلوقتي لو عندنا كاباستر قلنا الامبيدنس بتاعت الكاباستر هتساوي ايه؟ 1 على جي اوميجا سي. طيب لو رفعنا الجي فوق هيبقى ايه؟ هيبقى بيساوي او خلينا نكتبها هنا ماينس جي على اوميجا سي، يبقى دي كده هي الامبيدنس بتاعت الكاباستر. طب مش الامبيدنس اصلا احنا بنكتبها ار زائد جي اكس، الاكس هي رياكتنس. طيب الاكس بقى لو سوينا دي باللي فوق ده مفيش اصلا ار عند الكاباستر لكن في اكس، الاكس هتساوي ايه؟ مش هاخد بقى الجي معايا، هاخد ماينس 1 على اوميجا سي. فمن هنا الاكس هيساوي ماينس 1 على اوميجا سي. طيب يبقى الاكس دي هتساوي ماينس 1 على اوميجا سي ماينس 1 على الاوميجا سي. طيب احنا هنا مش عارفين السي، طيب عارفين الاوميجا؟ خلينا نكتب الكلام ده كده هنا الناحيه الثانيه، يبقى هيبقى ماينس 10000 هتساوي 250 سكويرد، الكلام ده فيه ماينس ايه بقى؟ الاوميجا بكام؟ هل الاوميجا اكتب على طول 60 هرتز؟ ده خطا شائع، لا الاوميجا هي 2 باي في الاف، ده اف ده مش اوميجا، يبقى 2 باي فناخد بالنا من النقطه دي 2 باي في 60 هرتز، الكلام ده هنضربه برضو في السي. من هنا هنقدر نجيب السي هتطلع قيمتها ب 424 مايكرو فاراد تقريبا. يبقى هي دي السي اللي احنا هنحطها هنا تصلح الباور فاكتور وتخليه 1.
طيب كده. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ recompute the values in B for the load with the corrected power factor. طيب مين ال values اللي كانت في B؟ وبيقول لي احسب ال apparent power تاني، واحسب الماجنتيود بتاع الكرنت والافريج باور لوس and so on. طيب ال apparent power دلوقتي اول حاجه نتكلم عنها بعد اما عملنا الكوركشن ده، ال S L هتبقى بايه بقى؟ دي ال complex power عادي، هتبقى الرقم ده بس هنا مش هيبقى فيه اصلا value، ده هيبقى بزيرو. مش احنا قلنا ان اللي حصل انه الكاباستور ده شال الكيو اللي موجوده هنا، او الكاباستور عنده كيو هي ماينس الرقم ده، فالاس ال بالتالي هتساوي ال 20000 دول. طيب تعالوا هنا، يبقى هنا الاس ال هتساوي 20000 بس، ده كده دي اي. طيب يبقى برضو ساعتها الماجنتيود بتاع ال اس ال هيساوي ايه؟ اللي هو الابارنت باور يعني، هو برضو 20000. طيب كويس، لو عايزين نجيب بقى ال اي اس، ال اي اس هيساوي ايه؟ هو الماجنتيود بتاع ال اس ال دي على ال في، ومعش دي كانت 20000، فده هيبقى ال 20000 دول على ال في اللي هي كانت 250. طيب يبقى الكلام ده، خدوا بالكم احنا بنجيب ايه؟ الماجنتيود بتاع ال اي اس ده، الكلام ده هيطلع في الاخر 80 امبير. كويس، بعد كده طيب الباور بقى اللي هي ضايعة في اللاين هتساوي ايه؟ قلنا هتبقى ال اي اس ده سكوير في الار بتاعت اللاين، يبقى ايه؟ 80 امبير سكوير مضروبة في 5%، يبقى الكلام ده هيساوي 320 واط. يبقى ايه اللي حصل؟ الباور اللي ضايعة في اللاين هنا قلت لما عملنا الكوركشن ده، كانت 400 واط بقت 320 واط. يبقى تاني ايه اللي حصل هنا؟ ايه المطلوب؟ هو بيقول ان احنا هنحسب تاني بقى الفاليوز اللي كانت مطلوبه في بي، الابارنت باور والماجنتيود بتاع الاي اس والبي لاين بعد بقى ما عملنا الكوركشن. فاول لما جينا نتكلم على الابارنت باور قلنا اصلا ان الاس ال الكومبلكس باور هتبقى ضايع منها الترم ده، هتبقى ال 20000 دول بس، بالتالي الابارنت باور اللي هي الماجنتيود بتاعها هي هتبقى نفس الرقم ده. طيب وبعد كده الماجنتيود بتاع الاي اس، هو كان عايز الماجنتيود بتاع الاي اس ده كده هيساوي ايه؟ هو نفسه هو هيطلع ال apparent power مقسوم على الماجنتيود بتاع ال V، هيطلع هو ال 80 امبير دول. طيب ال P line ال power اللي ضايعة في ال line هتبقى ايه؟ IS الماجنتيود بتاعها square في ال R بس، يبقى هي دي القيمة بتاعته 320 واط، وقلنا ان ده اقل من 400 واط اللي كانوا في حالة قبل ما نعدل ال power factor. تمام، كده احنا خلصنا، واشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية.